بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. أهلا بحضراتكم، رمضان كريم وحلقة جديدة من برنامج الأهلي في رمضان. بالتأكيد بنعيش أحداث استثنائية خلال الفترة الأخيرة في ظل حالة الفرحة والسعادة، مش بمجرد التأهل بس للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي في آخر 7 نسخ لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وصل للفاينل ما يقرب من حوالي 5-6 مرات، وبالتالي التأهل إلى الدور ربع النهائي هو هدف، ولكن الغاية من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا دائما وأبدا هو الفوز بالأميرة السمراء. الفرحة والسعادة بالتأكيد بحضور جماهير النادي الأهلي والحالة الرائعة التي ظهر عليها جماهير الأهلي في استاد القاهرة الدولي مساء أول أمس بحضور أكثر من حوالي 60,000 متفرج. حضور وتنظيم وأداء وتأمين وكل الإجراءات اللي كنت ممكن تتخيلها الحمد لله حصلت بعد حوالي 10 سنوات من نهائي إفريقيا في الكونفدرالية أمام سي سبور، بيتكرر المشهد من تاني في استاد القاهرة الدولي.